قبل ما ابدا اشتغل خلي بالي من حاجه. لو انا روحت على الليكويفاي تول في اللير دي فلتر ليكويفاي، لو جيت اعدل اي اجزاء مثلا من جسم البنت، ولنقل ان انا هصغر الهيبس شويه، اروح بالتول دي اكبر حجمها، اخلي بريشر حاجه زي كده، سوري العكس، هطلع لفوق، لا بريشر عالي قوي، خليه 13%. لو هعمل حاجه زي كده بحيث ان اصغر شويه حجم الهيبس بتاعتي، ارفعها شويه، هتلاقي ان الجزء بتاع الباك جراوند، الجزء بتاع الطوب ده اتشد معايا والدنيا باظت طبعا. وكل ما التأثير يكون اكبر، كل ما اغير في الحجم اكتر، ده شيء يعني يكون شغلي الاساسي في الصوره دي، الجزء بتاع في الخلفيه ده هيبوظ تماما، خصوصا بعض الاجزاء اللي ممكن اعمل فيها تغيرات كبيره زي الجزء بتاع الوسط ده، لو انا عايز اقلل فيه هتلاقي حصلت انبعاجات. طبعا مش هينفع الكلام ده، اعمل كانسل، هضطر هنا ان انا اكستراكت او استخرج البنت دي واشيلها من بره الصوره، وبعدين ارجع اعدل تاني في الخلفيه عشان اظبط الموضوع ده. اسلكت ازاي البنت دي؟ ده هيبقى فرصه كويسه قوي لان اعمل سيلكشن، اراجع تاني على الاجزاء السيلكشن، وبالذات ان في شعر هنا لاول مره يمكن اقدم لكم الجزء بتاع السيلكشن، وفي هنا الاجزاء ازاي اسلكت الجزء بتاع الشعر، وهنشوف طريقه حلوه جدا لسلكشن الشعر. بس خلينا الاول نختار الجسم كله، اسهل واسرع وسيله يمكن الكويك سيلكشن تول، بس اروح على الماجيك تول اخلي دي حاجه زي 20 كده معقوله، وبعدين اروح على الكويك سيلكشن، ممكن ازوم شويه وابتدي اعمل براش، اكليك وادراج على جسم البنت بالشكل ده. طبعا بيوصل عند الحدود بتاعت جسمها وما بيختارش، هنلاقي شويه مشاكل حصلت هنا، مثلا دخل على الجزء بتاع الجزء اللي عندي هنا بتاع الطوب ده اللي انا مش عايزه، هروح دايس الت وارجع تاني احدد الجزء ده واقول له لا شيله بره السليكشن بتاعك، بعدين اجي عند الايد عايز اكمل اختيار الايد. بعض الاجزاء هو يعني هنا مثلا دخل جوه الجزء بتاع الطوب ده وخده، بعض الاجزاء هيبقى فيها مشاكل، هضطر استخدم تول تانية زي اللاسو تول واشيل او اعدل فيها، لكن خلينا مبدئيا نستخدم البراش تول الاول. وغالبا هو الموضوع بيبقى في السليكشن كده، انت ممكن تستخدم وسيله سليكشن سريعه عشان تاخد اجزاء كبيره من الشكل اللي انت عايز تعمله سليكشن، بعدين ممكن ترجع في كلامك، أو مش ترجع قصدي، تكمل يعني بقيه السليكشن بوسيله تانية، وده عادي جدا، انت ممكن تستخدم اكتر من وسيله سليكشن في نفس الشيء. الجزء ده بس انا ممكن اسرعه من الفيديو لان هو هيطول قوي وما فيهوش اي جديد، يعني انا بس هقعد احاسبك في السليكشن واظبط فيه عشان يبقى تمام، فممكن من اول هنا يعني اسرع الفيديو. يعني كده تقريبا انا خلصت سيليكشن، اسيب السيليكشن ده عشان يبقى عندكم واسيب لكم الدوكيمنت دي عشان الناس تشتغل معايا فيها بدل ما يقعد، نوفر وقت بس عشان ما تزهقوش. سيف سيليكشن سميها جيرل،
كيرل بادي. وبعدين اسيف الدوكيمنت او الاسيف از، سمي الجزء ده كيرل سيلكشن 1 عشان بس تشتغلوا معايا يكون متسيف في السيلكشن بتاعكم ما تضطروش تبداوا من الاول. هنا بس الخطوه بقى اللي عايزكم تعملوها معايا الريفاين ايدج، دي صوره البنت اهي، هعمل شويه تعديلات بسيطه عليها. خلينا الاول نزوم، اول جزء الاجزاء بتاعه اللبس يعني المتكسره سنه دي وحته من الرجل طالعه ومش عارف ايه، الحاجات دي اقدر اظبطها عن طريق حاجه اسمها سموز. بصوا كل، خلينا بس نروح ناخد قيمه عاليه قوي للسموز، يعني ما مش هتفرق كتير. خلينا نعمل فيزر كمان ب 2 بيكسل كويس حاجه زي كده. ممكن اعمل شيفت ايدج ادخل سنه، لا كده كتير قوي، خلي شيفت ايدج بدرجه مثلا 10 يعني حاجه زي كده معقوله. تعال نزوم نشوف التأثير يكون على جزء من خلينا نروح على جزء أدق شوية من الصورة، مثلا زي الجزء اللي فيه الشعر والضوافر ده عشان ده ما يبقاش فيه أخطاء في السليكشن. الموضوع معلش الصورة ممكن تبقى تقيلة شوية لأن عدد البيكسلز اللي فيها كبيرة، هي الصورة الريزولوشن بتاعتها عالية، الريزولوشن بتاعتها عالية جدا، فممكن أحس بسن التقل. الشيفت ايدج أهي كانت كده، أنا دخلت سنة ماينس 10، لا كتير، خليها ماينس 6 معقول. تأثير السموز، أحاول أبص على الصوابع، هتلاحظوا إن في جزء من من الضوافر اختفى لما عملت درجة عالية من السموز، لما السموز كان زيرو رجع تاني لما عليت السموز الضوافر تقريبا هتختفي، يعني اختفى جزء منها فما عليهوش قوي. انا عايز انعم السليكشن بتاعي بس خليه مثلا يعني 30 معقولة. تعالوا نعمل كنترول زيرو نشوف برضه الصورة كلها، حاول اجيبها بشكل على الاسود. دايما حاول تغير كام مره وانت في السليكشن اللي عايز تظبطه. مرحله تظبيط السليكشن دي مهمه قوي لان دي هيترتب عليها قدام شويه حاجات تانية، فدايما خليك دقيق. بص هنا حصلت مشكله، ممكن تكون ان الجزئين دول التحموا في بعض، ده ممكن يكون حصل بسبب الفيزر. تعالوا مثلا نخلي الفيزر زيرو، لا برضو مازالوا ملتحمين في بعض. طيب نجرب السموز، خلينا نرجعه زيرو زي ما كان. هو السموز، السموز لان هو ناعم شويه للتفاصيل ف ضيع لي اجزاء زي كده، يعني ممكن اقلله شويه اخليه 20 وبعدين ابقى اتصرف في الجزء ده بعدين مش مشكله. اهم حاجه بس في موضوع الشيفت ايدج هو الشعر، ده اللي عايزكم تركزوا في الجزء ده عشان تشوفوا احنا عملنا ايه في الشعر وايه اللي هيحصل دلوقتي. ابص على الجزء بتاع الريديوس، السمارت ريديوس، اعمل تشيك عليها وبعدين اعلي الريديس شويه اخليها حاجه زي 2. بص كل ما بتعلى اركز على الجزء بتاع الشعر وابص برضه على بقيه الجسم، كل ما بطلع بريديس فوق بياخد لي اجزاء من الشعر يدخلها تاني، بس بياخد لي اجزاء من المحيطه بيها برضه وحتى جنب الضوافر دخلها، انا مش عايز كده، هرجع اقلل تاني ريديس اخليه حاجه زي 3. وبعدين هتلاحظوا ان هنا في فرشه جنب الريديس، ارجع بس للجزء الابيض. بص كل ما بمسك الفرشه، فرشة عادية ممكن أكبرها وأصغرها زي أي فرشة، لو عملت كده وبعدين شلت بص حصل إيه، دي بقى معجزة. هو هنا بيستخدم الذكاء الصناعي بتاع الفوتوشوب عشان يسترجع بعض خصلات الشعر ويدخلها جوه السليشن. حاجة الحقيقة يعني اوبشن في منتهى الجمال، بيساعدني قوي في إني أسلكت أي أجزاء، سواء يعني شعر مثلا انسان او حتى لو بختار بعمل سيليكشن لاي حيوان عنده فرو قطه بتاع وعايز ادخل جزء من الفرو في السيليكشن.
هو هنا بيعمل ايه؟ الجزء اللي طالع من الفرشه ده بيبص كده في الجزء ده وبيقارن اللون اللي ابتديت اعمل منه وبالاجزاء بتاعت الشعر، بيلاقي ان في تطابق، فهو بيفهم ان ده جزء من الشعر بتاعي او جزء من اللي ابتديت اعمله، يدخله يرجع يدخله تاني جوه السليكشن. دايما كده امشي حوالين الجزء ده، ممكن اعمل فرش يعني اكتر من مره، هتلاحظ ان حصل غلطه ان هو افتكر يعني الطوب بتاعي الحدود اللي ما بين الطوب لونها غامق شويه، افتكرها شعر ودخلها جوه السليكشن. فدي يعني احيانا لو الشكل بتاعي معلش الموضوع بطيء شويه لان الصوره الريزوليوشن بتاعتها عاليه، ودايما الاوبشن ده بينفع في حاله ان الصوره بالشعر بتاعي تكون وراها خلفيه مصمته او يعني خلفيه لون واحد، لكن الموضوع هيبقى صعب جدا جدا. تخيل لو البنت دي واقفه والخلفيه بتاعتها مثلا اغصان شجر، واغصان الشجر ولا الشعر، هنا هتبقى كارثه وهيبقى الموضوع صعب جدا. الفوتوشوب مش هيعرف في الحاله دي يميز ما بين الشعر بتاع البنت وما بين اغصان الشجر، ولكن مع ذلك يعني ده يعتبر اوبشن رهيب جدا. تخيل انت كنت عايز تختار الشعر ده خصله خصله، كنت هتعمل ايه؟ بس اهم اوبشن يعني في موضوع الريفاين ايدج ده هو موضوع حاجه زي موضوع الشعر. بس بقيت السليكشن اعتقد هو كده تمام. ممكن طبعا نضيع وقت اكتر ونظبط السليكشن اكتر، بس على قد ما اقدر يعني اظبط الدنيا. ممكن لو عايز اشوف لو دوست هنا شو اوريجينال هيجيب لي قبل ما استخدم الريفاين ايدج كانت عامله ازاي، موضوع الايدج ديتكشن والسمارت ريديوس ده كان عامل كده، ودلوقتي بعد ما استخدمته بقى عامل كده. طبعا فرق كبير جدا في الاوبشن عندي اهو، مش هسيبه بقى، خليني عشان تتدربوا انتوا على موضوع السليكشن. لو رحت دوست على الكويك ماسك مود بيوريني ده الجزء السليكت بتاعي عامل ازاي، احنا كنا جربناه قبل كده. ممكن لو انا عايز اغير شويه يعني، لو رحت جبت فرشه وانا في الكويك ماسك مود ولونت كده هيشيل لي اجزاء من السليكشن. بعدين لو رحت جبت اريزر ستيكه ولونت بالعكس هيشيل لي اجزاء، طبعا الاوباستي قليله هيشيل لي هيدخل لي اجزاء جوه السليكشن. تعال نرجع في الخطوتين دول يعني كنترول الت. ظبط بس عشان اتاكد ده الماسك مود. ايوه ممكن استخدم ده في ايه، ممكن الجزء مثلا بتاع الكم ده اجيب الفرشه مش عايزه يبقى واضح قوي كده في السليكشن، فلو جيت لونت سن هنا هيشيلهولي، بس هكون حريص يعني ما اشيلش يعني، اوريكم بس استخدام ليه اهو. لو شلت الماسك مود هتلاقي ان هو دخل سنه جوه السليكشن. لو شفت ان ده تأثير زيادة قوي اعمل كده وارجع تاني في كلامي اجيب بس الاريزر الاستيكة واصغرها شوية وارجع ادخله تاني جوه السليكشن. بس اطلع من الرا الماسك مود ابص على اعمل كنترول زيرو ده السليكشن بتاعي. بعد كده نشوف نعمل ايه في الفيديو اللي جاي.